بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 171 من كورس فيجوال بيزك دوت نت فور نستارت. بفضل الله قبل كده رسمنا لاين ورسمنا لاينز ورسمنا ريكتانجل ورسمنا إليبس ورسمنا كده. دلوقتي بفضل الله عاوزين نرسم حاجة تانية، وهي ناخد لها زرار بس كده، نحط الزرار ده هنا، وهي ايه؟ هي حاجة جميلة جدا اسمها بوليجون. البوليجون ده مهم جدا، حتى لو دخلت على الفوتوشوب من اهميته هتلاقيه عاملين له ادوات في الفوتوشوب. تمام، تعال نسميه ATN بوليجون وندوس دبل كليك عليه. ايه نظام البوليجون ده؟ البوليجون ده بالظبط شبه اللاينز. فاكرين اللاينز؟ اللاينز اللي احنا رسمناها مع بعض اللي هي كده، هو البوليجون كده، بتديله شويه نقط يقفل لك شكل. فاهم ازاي؟ يعني لو انا عندي شويه نقاط، مثلا نقطه هنا تقلها شويه، عندي مثلا ايه نقطه هنا كده ماشي، وعندي نقطه هنا كده، وعندي نقطه هنا كده، ايه اللي يحصل في البوليجون؟ انت كده اديته كام نقطه؟ اديته 3 نقط. ادي النقطه الاولى، وادي النقطه الثانيه، وادي النقطه الثالثه. مثلا البوليجون يعمل ايه؟ البوليجون يعمل ايه؟ البوليجون البوليجون يشد لك خط من هنا لهنا، خلاص. البوليجون يشد لك خط من هنا لهنا، خد بالك اللاينز كده، خلاص. البوليجون لا، البوليجون هيقفل. يعني انت اديته نقطة والتانية والتالتة، هو راح عامل كده، هيقفل يا باشا، يعني هيكمل كده، هيقفل لك هو الشكل. بوليجون يعني ايه؟ شكل مضلع. فاهم الفكرة ازاي؟ انت البوليجون بتعمل ايه؟ شكل مضلع. تعال نشوف مع بعض. دبل كليك هنا، وهاجي هنا على الزرار ده. اول حاجة انا هكون النقط بتاعتي، يعني هعمل ديم خلاص B1 as new point، نسخة جديدة من الايه؟ من النقطة. البوينت دي مثلا هديها، خليها تبدا من الشمال، خليها 50، من فوق خليها ايه 50. دي كده ايه البدايه بتاعتي. بص، دي النقطه الاولى دم. B2 از نيو بوينت، از نيو ايه بوينت، هدي له مثلا 150 ماشي، بعدنا كده اهو 250، بعدنا خالص اهو خلاص من الاكس، من الواي هنبعد برضو شويه نخليها 300 مثلا. هعمل ديم B3 از نيو بوينت، تمام. نرجع تاني نخليها مثلا ايه 50، ده الاكس، والواي بتاعت النقطه الثالثه خليها مثلا ايه مثلا 300 مثلا، بس رجعنا بالاكس خلاص. تعال نجرب الكلام ده، نعمل ديم اول بوينت از بوينت مصفوفه، فيها كل الكلام ده، فيها البي 1 وفيها البي 2 وفيها البي 3. تعال نرسم البوليجون بقى كده، احنا جهزنا النقط بتاعتنا. تعال هنادي على المي دوت كرييت جرافيكس وقوسين دوت درو بوليجون، وهنا هتديله البن بتاعك من البنز دوت، شوف انت عايز ترسمه ايه، نرسمه مثلا باللون الازرق ماشي، هنديله ايه الاول بوينتس. عارف عامله ازاي؟
شغل بقى كده وتعالى نجرب. بص ندوس اهو، شايف المنظر عامل ازاي؟ شايف جت ازاي؟ دي اول نقطه ودي تاني نقطه ودي تالت نقطه، وهو راح قافل لوحده. خدت بالك جت ازاي؟ احنا اللاينز لما كنا بنعمله احنا اللي قفلناه بنقطه اخيره، لكن هو هنا انا اديته ثلاث نقاط هو قفل بيهم شكل، الثلاث نقط هو عمل ايه؟ قفل بيهم شكل. تمام كده بفضل الله احنا المفروض فهمنا النقط كويس جدا حتى قبل ما نشتغل في الرسم، ورسمنا حاجات بسيطه وبدانا نعلى شويه نعلى شويه. اهو افكرك يعني احنا الاول اتكلمنا عن الرسم وشرحنا البوينت ودققنا فيها ورسمنا الخط ورسمنا الخطوط ورسمنا عملنا بفضل الله حاجات كتير. تمام البوليجون رسمناه وفهمناه. طب ايه رايك بقى، ايه رايك لما نيجي نخطط لرسم؟ يعني انا عاوز ارسم حاجه ولكن الحاجه دي هخطط لها. هخطط لها ازاي يعني؟ يعني تخطط علشان توصل لحاجه معينه. عاوزك تتخيل معايا شكل بالمنظر ده، ولنفترض انك انت محتاج انك ترسم السهم ده بالمنظر ده كده زي ما هو مثلا. تمام محتاج تعمل ايه؟ خد بالك محتاج تحدد النقط. طب حددنا النقط، هم دول كام نقطه؟ دول كام؟ عد 1 2 3 4 5 6 7 نقط، وهو واقف لوحده 7 نقط، 7 نقاط. السبع نقاط دول انا لازم اتخيل لهم شغل. ما هو حاجه من اتنين، لا اما تتخيل شغل وتظبطه زي ما انا هعمل دلوقتي، لا اما تعمل بقى بمنتهى الدقه وتجيب بيكسلز وتشوف دي بعيده قد ايه. انا مش هوصل معاك للدقه العاليه قوي دي، احنا هنتخيل مع بعض ازاي. يعني مثلا انا هبدا اول نقطه دي، يعني بص ركز معايا، سيبك من ان انت حددتهم خلاص حددناهم، سيبك منهم بقى، تعال نحدد نقطه نقطه. نمسك اول نقطه هديها اكس ب 100. بص انا هعمل لك ايه، هعمل لك الاكس بالازرق والواي بالاحمر عشان تركز معايا. اول نقطه هديها اكس ب 100، خلاص الواي مش هديها لها. ليه مش هديها لها؟ لان انا عاوز اخلي النقطه دي في منتصف السهم. طب وانا هعرف هعمل ايه؟ لا اعرف الاول وبعدين ارجع لها. خلاص حدد بقى وخطط. تاني نقطه اديتها 170 اكس علشان عايز ابعدها عن ال 100، فبعدتها عن ال 100 بكام؟ ب 70. تخيل. تمام؟ انا بعدتها عن ال 100 بايه؟ ب 70. خلاص؟ وطلعتها فوق اديتها 80. لسه انا ما اعرفش هدي كام دلوقتي، استنى عليا. انا اديت الواي بتاعت دي كام؟ 80 افتراضا كده. النقطة اللي بعد كده اديتها 170 اكس لانها تحت اللي فوقيها، يعني نفس الاكس، ولكن نزلت الواي بتاعتها خليتها ال 100، فاصبح الفرق ما بين ال 80 وال 100 كام؟ 20. خلاص تركز قوي في الموضوع ده. ليه؟ لان الخط ده اللي من هنا لهنا لازم يكون اللي من هنا لهنا قده، فلازم الفرق اللي من هنا لهنا اللي هو 20 لازم اراعي ان انا اخليه هنا. ماشي طيب حلو قوي، يبقى انت كده بتتخيل معايا اهو. ماشي النقطة اللي بعدها أكيد نفس الواي لأنه قصادها، قصادها أفقيا، فنفس الواي اللي هي ب 100، ولكن اديت الإكس 280 عشان تبعد خالص من 170 لإيه؟ ل 280، بعدتها خالص. ماشي النقطة اللي بعدها الإكس واحدة لأن هما فوق بعض أو تحت بعض 280، وهنا دي اديتها 170. هنا دي اديتها كام؟ اديتها 170. ماشي كده؟ دي 100 ودي 170، يعني كده الجزء ده كده يعتبر ايه؟ يعتبر 70. ماشي؟ يعتبر ايه الجزء ده؟ يعتبر 70. خدت بالك معايا يعتبر ايه؟ يعتبر 70. ماشي؟ الجزء من هنا لهنا كام يا عمي؟ 70. ركز معايا، من 100 ل 170 هنا ده طوله كام؟ طوله 70. النقطة اللي بعد كده المفروض أنت بقى عارفها. 170 و170، 170 دي لأن هي إيه؟ الإكس واحدة هنا بالنسبة لدي ودي، وهنا 170 لأن الواي واحدة بالنسبة لدي ودي. خلاص؟ ده أنت كده بتعمل إيه؟ يعتبر بتعمل خطوط مستقيمة يعني، على فكرة ما أنت ممكن تعمل ده باللاين، وممكن تعمله باللاينز، لكن إحنا دلوقتي بنتدرب على البوليجون. آخر نقطة يا باشا، آخر نقطة الإكس واحدة ب 170، لكن دي خليناها ب 190 عشان زودنا ال 20 على ال 170 عشان يبقى دي 20 ودي 20، يبقوا شبه بعض.
عشان في الاخر يديك شكل ايه؟ يديك شكل سهم متساوي. ماشي؟ بس انت كده عرفت ان دي كام؟ 70، يبقى دي 135 الواي بتاعتها. خدت بالك ازاي؟ ليه 135؟ لان هنا دي بادئه من 100، الواي يعني دي بادئه من 100 وده 70، يبقى انا عايز نص ال 70 اللي هي 35، زودتها على 100 بقت 135. بس علشان يبقى ده في النص بالظبط فيديك شكل سهم. ماشي، تعالى بقى ايه بعد لما عملت التخطيط الجميل ده بفضل الله، تعالى رص بقى الشغل بتاعك كده ونظمه. عندي الاكس والواي بتاعت كل نقطه، عندي 100 و135 عدهم بقى، عندي 170 و80، عندي 170 و100 اللي هي دي، عندي النقطه اللي بعد كده 280 و100، بعد كده 280 و170 اهي، فاضل لي نقطتين، عندي بعد كده ال 170 وال 170، وبعد كده اخر حاجه عندي ال 170 وال 190. يبقى دي اول نقطه، ودي ثاني نقطه، ودي ثالث نقطه، ودي رابع نقطه، ودي خامس نقطه، ودي سادس نقطه، ودي سابع نقطه. يبقى انت كده معاك الايه؟ معاك النقاط كلها بفضل الله. خلاص نبدا بقى نشتغل. تعالى بقى ندخل على زرار البوليجون ده، تمام، ونبدا نشتغل شغل تاني خالص. ماشي، نبدا ايه نشتغل شغل تاني خالص. طبعا عاوزين نعلم على كل ده كده ونعمله ايه؟ نعمله كومنت. كل ده ايه؟ كومنت، لان انا هكون شغل جديد دلوقتي نفس الزرار، هكون ايه؟ هكون شغل جديد. طيب الاول هعمل دم، خلاص هسميه بي، تمام، از نسخه جديده نيو بوينت. ماشي، نيو ايه؟ بوينت، تمام. وهنا اكتب 0000. ماشي، هو الفيجوال بيزك بقى كده، عايز 7 نقط. فده عندي ايه؟ دي واحد، ادي عندي ايه؟ نقطه 2 3 4 5 6 7. هاجي هنا، دي ايه؟ دي 1 2 3 4 5 6 7. كده عندك الايه؟ عندك النقاط بتاعتك. وادي ديم all points as بوينت مصفوفه فيها الكلام ده كله، فيها البي 1 والبي 2 والبي 3 والبي 4 والبي 5 والبي 6 والبي 7. ماشي، بعد كده ترسم، بعد كده ترسم. ادي مي دوت كرييت جرافيكس دوت درو بوليجون، وهنديله مثلا بنز دوت ريد كوما، وهنديله ايه؟ الاول بوينت بالمنظر ده كده. خلاص البوينتس بتاعتنا بقى، شوف بقى احنا عندنا كام. اول واحده كام؟ شوف 100 135، 100 135، بعد كده 170 80، 170 80، بعد كده النقطه الثالثه 170 100، 170 100، النقطه الرابعه 280 100، 280 100، نقطة خمسة 280 170، 280 170، نقطة ستة 170 170، 170 170، النقطة الأخيرة السابعة 170 190 170 190. خلاص تعالى بقى ايه نجرب نشغل على كده وندوس اهو. ايه رايك؟ بفضل الله شكل مشابه للي انت عاوزه. خدت بالك؟ انت بقى عايز تظبط بعد كده ممكن تظبط، انت ممكن تثبت نقاط وترسم عليها، شغل دماغك. يعني انت ممكن تثبت نقاط وترسم على النقاط دي. فانت لو حبيت تخطط لكل حاجه، لو حبيت تعمل رسم بمزاجك تعمله، ما
مفيش مشكله، زي احنا ما عملنا الدايره قبل كده فاكر، خد بالك هنا ده بوليجون كده، ده بوليجون احنا خططنا له ورسمناه ووصلنا للي احنا عاوزينه بالتخطيط بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.